أنواع مختلفة تشترك جميعا في خاصية واحدة، وهي أنها تعرف صاحبها، تميزه، تفرده عن كل من يشبهه، تفرده عن كل من يشبهه كما بينا في اسم العلم. المعارف المشهورة لدينا سبعة أنواع، سبعة أنواع للمعارف، كل منها يعتبر معرفة، وقلنا يفيد صاحبه ماذا؟ تعييناً وإفراداً. ما هذه المعارف التي هي معنا ونسمعها باستمرار ولكننا ننساها، تمر معنا في كل سنة؟ المعارف، أنواع المعارف كذا وكذا وكذا وكذا، لكن كما قلنا اعتدنا على النسيان وعلى ترك ما مضى خلف ظهورنا، لا شأن لنا به، كأننا ما درسناه وما سمعناه وما فهمناه. الضمير، الضمائر إذن من المعارف، وكل منها له درس يخصه. الضمير من المعارف، يشملها كلمة الضمائر، لدينا مجموعة من الضمائر تعتبر كلها من المعارف. اتفقنا في السابق أن الضمائر من الأسماء، وهنا نذكر أنها كذلك من المعارف. العلم سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم، اسم الإشارة، إذن أسماء الإشارة كلها ماذا؟ معارف. الاسم الموصول، وهذه تمر بنا أيضا في كل سنة تقريبا، هذه المعارف، الضمير والعلم واسم الإشارة مرت بنا وتمر باستمرار. الأسماء الموصولة أيضا تمر باستمرار، إذن أسماء الموصولة من المعارف. المعرف بالألف واللام كما ذكرنا قبل قليل، الألف واللام إذا دخلت على نكرة ماذا؟ عرفتها. المضاف إلى معرفة، إذا أتينا بنكرة وأضفناها إلى معرفة، فالنكرة تأخذ من المعرفة ماذا؟ أو تحصل على ماذا؟ على التعريف، تتعرف. النكرة إذا أضيفت إلى معرفة تعرفت، صارت معروفة بعد أن كانت منكرة. والمضاف إلى معرفة. ولدينا أخيرا المنادى الذي قصد نداؤه، المنادى المقصود أو النكرة المقصودة، تسمى النكرة المقصودة، المنادى إذا قصد ماذا؟ إذا قصد بالنداء. هذا هذه